الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من خلال المبادرة التي قمنا بها من شهر 11 في حملة تنظيف المقابر من الأعمال السحرية، ومن خلال المبادرة الرابعة في قرية من قرى مدينة إسنا، خلال البحث والتفتيش عن الأعمال السحرية فوجئت بقبر قديم، وإحساسي بأن هذا القبر داخله شيء غير طبيعي، شيء أكبر مما نبحث عنه. فقمت بإحضار الحفار اللي هو الملحد، وقلت له افتح لي هذا القبر، ففتحه لي. فدخلت، استعنت بالله واستعذت بالله من الشيطان الرجيم ودخلت. طبعا عندنا علم بأن الأعمال التي تدفن في المقابر تدفن على يسار الميت على شماله. وحين بحثي عن هذا العمل كانت هناك حرب فيما بيني وبين العوارض التي كانت تحرس هذا العمل، عوارض دينية. وبعد الحصول على هذا العمل كان في جن مولانا حارس، كان في جن، تسع عوارض من الجن، تسع عوارض من الجن. وخرجت حينها ساحفا على 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 يدي، وقاموا الأخوة بسحبي من القبر، تمام. وخرجت بهذه الصرة التي لا أعلم ما بداخلها. وعند فك الأسحار التي وجدناها، وكانت متنوعة ما بين فك سحر لتفريق وخراب ودمار وعقد عن الزواج، فوجئت بهذا العمل بأن داخله سلسلة من الحديد، وهذه السلسلة فيها تسعة حلقات على عدد أفراد الذين صنع لهم هذا العمل. تسعة من أسرة واحدة، إخوة من أسرة واحدة ومن أم وأب واحد. هؤلاء التسعة بسبب هذا العمل ظلوا متخاصمين ما يقرب من أكثر من 15 عاما. وبعد فك هذا العمل تبين من خلال الأستاذ الذي كان معنا من هذه القرية، بعد فك العمل قال بأنهم أحسوا بشيء غريب، بارتعاشة بالجسد، وكل واحد منهم يريد. وبعد أن قاموا بالاتصال بي على أساس أننا ألقي لهم الرقية الشرعية، وحين إلقاء الرقية الشرعية هناك بعض من الشباب لوحظ أثناء الرقية بأن هناك نخلة كانت تقطن خلف المنزل وظلت تركض إلى الأسفل، وبعد انتهاء الرقية الشرعية تراكمت النخلة حتى وصلت الأرض بدون أي شيء نخل. وكمان حكونا هم مولانا أن في نار الساعة واحدة بالليل كانت بتولع عنه في نفس المكان. كان كل ذا بسبب العمل المدفون، لأنه كان يحمل كثيرا من العوارض الجنية. وبعد إلقاء الرقية الشرعية على الرجال، قمت أيضا بإلقاء الرقية الشرعية على الأطفال والأبناء الشباب، وبعدها على النساء. وحين إلقاء الرقية الشرعية على النساء تبين أن واحدة منهم متأثرة بهذا العمل بعارض جني يسكن فيها منذ فترة، لكنها لم تعلم، كانت تحس به إحساسا كأن شيئا يدخل بجسدها، شيئا تراه وبعدها ينصرف. وبعد إلقاء الرقية الشرعية تم لم شمل الجميع الذين كانوا متخاصمين لمدة ما يقرب من 15 عاما الفرقة فيما بينهم، بأنهم لا يجتمعون، يتفرقون ولا يجتمعون. العمل كان وصل أكلهم مش عارف إيه، أكلهم طعامهم نار، وشرابهم غدار، فيما بينهم سور، وتقريبا عملهم يدفن في القبور، كان مشروط بأن العمل يدفن في القبور. وبعد فك هذا العمل ارتاح الكثير منهم، وكل منهم أحس بإحساس اللين واللهفة على أخيه، لأنه كان بأمر غير طبيعي، أحس بأنه كان شيئا غير طبيعيا. هم تسع أخوات يا مولانا؟ تسع أخوات، ستة رجال وثلاثة إناث.
هؤلاء هم التسعة. وبعدها قاموا بالاتصال بي، تمام، لأنهم كانوا يريدون الإلقاء الرقية الشرعية عليهم، ويريدون أن يتم الصلح فيما بينهم هم وأبنائهم وزوجاتهم ونسائهم، لأنهم كلهم كانوا متخصصين بالنسبة للرجال. وحين أثناء الرقية كانت هناك نخلة تقطب خلف المنزل، هذه النخلة انجزعت لوحدها ومالت في الأرض، تمام، بدأت تميل وتميل وتميل حتى ألقيت على الأرض من خلال الرقية الشرعية، تمام. وبالنسبة للرقية الشرعية بالنسبة للنساء، هناك واحدة من النساء ارتمت على الأرض لأنها كانت متأثرة بعارض من العوارض الجنية، هي وأبناؤها الثلاث، هي وأبناؤها الثلاث.